ازيكم يا جدعان؟ واخيرا ابو اللزليز اخذ براءه بعد 25 سنه سجن. الحمد لله اخذنا حريتنا. رقصه كده بقى على السلام ابو اللزليز، والديل يا ايسي، والديل يا ايسي. يلا بقى يا جماعه، ما تنسوناش بقى باللايك، ولو انتوا لسه جداد معانا اتمنى منكم تنزلوا دلوقتي تشتركوا معانا في القناه، يا اما هرجع السجن تاني. يعني انا عرض ذمتكم انا اخش تاني 25 سنه سجن. يلا بقى يا جدعان انزلوا دلوقتي اشتركوا معانا في القناه بسرعه بسرعه بسرعه، يا اما ابو لازاريس هيرجع السجن تاني. مش هيرجع السجن تاني، سجن تاني لا، هيرجعوني في السجن. لا لا ما ترجعوش سجن تاني، لا حرام عليكم يا غدارين. ما انتوا مش مشتركين يا جدعان. يلا بقى انزلوا بسرعه يا حوض 25 سنه تانيين، يا رب نطلع بالسلامه من السجن ده اتفتح. شكرا لكم يا جماعه لكل واحد عمل لايك، وشكرا لكم مره ثانيه اللي اشتركوا في القناه حبايب قلبي من جوه من هنا. وخلينا نبدا بقى نشوف استراتيجيه صح نهرب ازاي من السجن عشان ما نلبسش 25 سنه ثانيه. واحنا ممكن ناخدها كي ايه ده؟ قاعدين عاملين اجتماع هنا، ايه يا جماعه؟ طب ايه الكلام؟ ها هنهرب ولا تفضلوا انتوا بتلعبوا ايه يا جدعان؟ الله يا الرايقه، انتوا قاعدين في السجن ولا قاعدين في الملاهي؟ الله يا الرايقه يا عم، سيبهم يا عم فراغ بيلعبوا مساكه. ليفلات لسه خنمه. يلا ابو اللزليز فرصتك دلوقتي. حلو. ايه ده؟ وهتقول لي ده زي اللي بتاع تين تي. دور 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 تلاقي حاجه لمين شمال؟ في بنت بتحاول معايا تشوف بس الصندوق كده على الفريع. يلا يا رب يطلع حظنا حلو. يا جدعان في كلاب جديده نزلت لينا احنا، مش للشرطه لينا احنا يا معلم، ده احنا هنظبطهم. روح بقى سخن كده ابو اللزاريس. ايوه لازم نطلع العضله نلعب شويه. ايوه ايوه واحد اتنين في الضلمه، ودي ابو اللزاريس يخرب عقلك يخرب عقلك. هدي واحده واحده يا كابتن، واحده واحده. يلا الوضع سخن هساعده. ايوه ايه ده؟ في لجلجه والله. ايوه ده بس استنى كانشتش هدي اعضائك واحده واحده يا كابتن. ايوه انا مش بيعمل. الله على المجانين ده يا جدع. ايه ده يا عم اللجلجه دي يخرب عقلك. استنى بس بس معايا الكلام. يا جدع اصبر بس البتاع. يلا اصبر بس كده. الكلام معاك ايه؟ وريني كده معاك كارت. والله كتر خيرك، اروح اجيب لك كده بتاع افنشك، ما توجعش دماغي كده، خليك مركز في اللي انت فيه بقى. انا هروقك صبرك عليا يا لوتيه، جيب له واحد سكار كده روقه. والله الخطه ظبطت من اولها يا جدعان، وانا فكرت العمليه صعبه طلعت ايزي على ابو اللزاليز. ايه في شورتي هنا؟ طب الله ايه ده؟ شورتي ايه؟ حبيبي اوعى يا جدع، اشمعنى انت يا جدع؟ العمليه زيطه والله، كل واحد مروق نفسه. ناخد واحد سكار كده على السريع. اوعى يا كابتن انت بطل ولا ايه الكلام؟ اوعى والله علوبه علوبه على طول. اخرب عقل اللجلجه. يلا الطقم، نجيب الطقم الشيك بتاعنا. يلا خد يا عم. ايه 100 لا اوعى انا اوعى اطلع. اهرب يا جدع لسه. بقول لك ايه؟ الله يوديك على اللوب يا كنسنوشه. اوعى يخرب عقلك والله طار عنده باللجلجه. بس يا جدع اهدى. اوعى اوعى انا بقى ايوه بحذرك انت حذرك. قاعد انا عم مساكه ولا ايه؟ استخبى استخبى. انا صغير انا. فين؟ ابي ارفص الجبان تحداني. بس مستخبي ازاي؟ بس الواد مش عاوز. يا هلا ايه ده؟ يا هديل الارض. ايه خلينا ننزل بقى نشوف الشرطه، قصدي الشرطه دي تشوف المفروض نقدر نجيب كلبين. ايش تقدر اجيب كلب دلوقتي؟ يلا يلا نشيل بس بتاع دي. يلا يا عم الكلب تقريبا مش من هنا يا جدعان، في منطقه ثانيه نقدر نجيب منه الكلب. بقول لكم انا هجيب شيلد كده على السريع، أأمن نفسي احتياطي. والله يمكن أنا مطلوب العدالة لسه الحمد لله. ناخد لنا شيل. يلا بقى يا أبو اللزاليز كل صد يا معلم، كلام كبير. أيوه أأمن نفسك. شيلدات وحركات كده رقص أنت والله رايقين. فراغ. يلا ندور. طيب هنا كده كده إحنا مش محتاجين حاجة تانية. كل اللي إحنا عايزين نعمله عايزين نشوف مكان الكلاب موجود فين. تقريبا موجودين في السجن. خلينا ندور كده سريع سريع. ممكن هنا. لا الوضع مفيش اي حاجة. يا كابتن ايه ده؟ ايه اللي رجعني في السجن؟ امشي يا عم، خليني ارجع احسن، انا عايز الحرية بتاعتي. طب انا جات لي فكرة استراتيجية يا ابو اللزاليز، احنا ايه رأيكم نروح على المقر بتاعنا ونساعد كمان زمايلنا؟ يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر. وهتقول لي شرطة ها؟ تعالوا يا جدعان تعالوا يا جدعان. والله الاثنين التوائم هنا. استنى استنى ساعدكم يا ابطال. تعالوا 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 تعالوا. خش 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 يا كابتن، قول له يخش. يبقى معجنة جوه. البت قدامهم ها؟ تعالى يا نوتيه.
بسرعه يا عم، انا مش عايز مشاكل، مش عايز مشاكل بينه منكم. خلينا اهرب بس بسرعه. اركب 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 يا وحش. يلا الطياره ما انا معلقه كده ليه؟ يفنشوا مع بعض يوم، لو حد من زمايلنا ممكن ننقذه. لا يا عم اخلع خلاص، هما تقريبا كده بيتعاملوا مع بعض يوم. وانا اطير بقى، المفروض هيكون في المقر بتاعنا اللي هناك، اللي هو المقر السري بتاعنا، اللي احنا ممكن نلاقي الكلاب بنسبه كبيره، لان مش موجوده عند الشرطه اي حاجه غير الكلاب بتاعتهم هم. فخلينا نشوف بقى الكلاب بتاعتنا الكلام. طب ايه رايكم كده على السريع معرض المجوهرات ده؟ والله شكله مغري. يلا والله بسرعه 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 يا معلم، نعمل صفقه كده على السريع. دي بقى طياره يا غلسه. يلا يا اختي، يلا واحده واحده تتات. يلا يلا يا ابو سهل. اخيرا في بطل جاي. ها في بطل شكله. نروح فين؟ من فوق. اوكي في بطل فوق عمال يلعب يا جدعان، شكله ناويلي والله، بس ان شاء الله مش هيلحق بالاجلك. هنزل من فوق في مكان سري نقدر نخش بيه معرض الجواهر. اطلع 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 بسرعه. ايوه اهو. قلت لي محتاج ليزر يا عم. طب انا محتاج ارمي الطياره. اوكي خلينا بس نشوف مبدئيا الطياره تنزل. افتح. ايوه الله عليك يا ابو اللذيذ. ايوه بقى عملنا اهلا. طب انا عايز ارمي بس الطياره عشان ما اجي امشي بيها. اركب هنا. لا لا اركب هنا. انا رحت فين؟ اركب هنا بس كده. يخرب على اللجلجه. والله ملجلج ابو اللجاليك ملجلج يا جدعان، شكل الموضوع كبير. يلا بقى الطياره انزلي بقى هنا يا شيخ. بس كده 100 100 الله عليك، تفكير بذكاء. لازم لما تخش بقى المعرض يا معلم تظبط الكلام صح. يلا ندور ندور. ايه ده؟ اسمه زي الفل زي الفل يا معلم. واو فلوس كتير. خد يا معلم. يلا واحد الجواهر. الله عليك جمعت ناس ثلاثة يا مسهل. ايوه بقى نجمع ستة زي الفل. لابس الماسك بتاعي 100 100. ناخد كمان هنا نعدي الليزر. ايوه يلا يلا خد خد بسرعة. ايوه تقريبا في بطل جاي يا جدعان. والله في بطل داخل. ها يلا ناخد كمان سريعة سريعة. بلا بطل بلا بطل. والله واقف بره واقف بره. ها ممكن يجي يفنسني، عمال يلف بيشوف لي طريق يخش لي منه. يلا يلا حط 15 جوهرة يا ابو سهل. والله العملية كبيرة والفلوس كتيرة يا جدعان. يلا شوف اخر كام. اوكي 24 زي العنب. يلا كمان سمع صوت رجلين. ها الله كفايه كده وننسحب. كمل يا جدع انت معاك سكار ولا يزدر. ايوه ناخد رجالنا كلها ونمشي. اوكي اخر هنا 30. يلا ننطلق للي بعده مكان الخروج يا مسهل. عندنا في ليزر وتحدي. ايوه ابو البراكير يعدي. يلا بتدش ازاي خرب عليك؟ والله شكلي هتفنش. لا 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 اهدي 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 اهدي. الليزر بيلعبني يا جدعان، الحركه القرعه دي ما اتفقناش على كده. تصدق في صوت بطل بره قاعد يهزر، ده اللي بيعمل ايه؟ ربنا يستر. ممكن يكون مستنيني. لا الطياره بتاعتي اللي مستني. ايوه ظبطت معانا. رخيت تركب وتطير يا جدع. اركب يا انا. ايوه الحمد لله. اشتي ها اشتي ها خلي ابو اللذاليز يعوم فيها. يلا 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 انطلقي. الحمد لله السلام. العمليه ظبطت كده وفي السريع. والله في واحد تاني ابو حميد اهدى شويه. خلينا نشوف الساعه لسه 3 بالليل. اوكي ننطلق للمقر السري بتاعنا ونشوف بعد كده ان شاء الله نلاقي الكلاب، وفي نفس الوقت ناخد المبلغ المحترم. جمعت تقريبا 30 جوهره. خلينا نشوف ال 30 جوهره هتدينا كام كاش. بيني وبينكم انا متفائل جدا، متوقع ارقام حلوه. ها انا ممكن ناخد لنا 5000، ناخد لنا 3000، لان دي يا معلم جواهر. ننزل كده سريع سريع. والله المقر اتطور كده بقى حاجه حلوه، تحس ان المقر بقى ابن ناس. يلا يا عم دخلني يا عم. خلينا نشوف الفلوس. اعوذ بالله فين الكاشات. الله 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 عيب مش لكم. اعطانا شويه جواهر زي العنب. يا سلام الجواهر دي اقدمها ليكم انتوا يا جدعان. يا سلام بالاخص اللي بيشترك في القناه حبيبي. يلا يلا ابو لازاليس اذا عمل حركه والله احلى تحيه ليكم. والله الواحد ما تيجي تبقى تيجي ما عمل حاجه والله. اهلا وسهلا. نشوف طبعا دي الحاجه بتاعتنا. ماشي ممكن نجيب لنا هنا شيلد. استنى نشوفه بكام. 6000 يا مفتري. حرام عليك يا جدع. وفي ايه؟ مفيش خصم يا ابو اللذاليز. نقلنا الماسك. ايوه تمام. وده كمان. ده كان البتاع الصاروخ ده ملوش اي لازمه.
يعني الاول ليه لازمه دلوقتي؟ مع السلامه. كان دور على الكلاب. والله ما شفت اي كلب يا جدعان. في كمبيوتر ماشي نقعد على الفسفس، مفيش حاجه هنا كمان. لا الدنيا هاديه خالص، ممكن ابو لازاريس تقعد وتريح. يا جدع انت هتهزر، استنى اطلع طيب فوق، يمكن هاي يكونوا نقلوها برضه. مفيش اي حاجه. عجيب. اها فهمت انا كده اللي فيها. هنروح للمقر التاني اللي قدامنا ده، ان شاء الله نلاقي فيه الحاجه. انا متفائل بصراحه. اعوذ بالله، خضتني يا جدع. اوكي طلع يا معلم، عامل قلق هنا. هو ده يا معلم، بنروح سريع سريع. يلا يلا ابو لذيذ، يلا يا جدعان ننطلق بسرعه بسرعه بسرعه. جم جم جم. نفسي اعرف اختفي بروح فين. خش خش افتح بسرعه بسرعه، يكون في اي حد. اوكي تقريبا هو المكان الجديد. يا سلام عيب عليكم اهو. يلا بقى نشوف حبيب القلب السخان ده سعره كام ومكلف كام، ونعمل خصم ونعمل حركات. فخد يلا نشوف الكلب السكوبالو ب 20,000 يا مفتري. نقدر كمان نختار اللون. استنى يا عم، هاي الكلب اخرنا. والله البني ده حلو، ممكن نخلي البني الفاتح، ونقدر كمان نحط له الطوق بتاعه. خلي الاحمر حلو. اوكي لا يا عم صرفت عليك. والله صدق يبقى اللون بتاعه الغامق احسن. ينفع نغير اللون؟ خلينا نجرب. اوعى تقول لي يا عم انت مش عارف ايه مدرك ايه. حلو كده صح. يلا يا عم حط. ما ينفعش اغير لونه؟ اه والله شكلك كده ابو لازاريس هتكمل بيه. بس شغال. ها واللي انت حاطه على بطنك ده، ده لابس ايه ده؟ لابس ترنج بايا. ماشي يا عم الكلب، خد يا عم ده كمان. يلا افتح بقك كده واتغسل. يلا 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 يا معلم، روح الحق كرش اهو، اجري وراه. والله الكلب شكله مش فاهم ولا ملجلج ولا ايه. كل يا حبيب يا مساهم، هو شكله مش واخد باله في لحمه. اخ شوف يا عم كلب تاني غيره. والله حتى لما جيت غيرت اللون انا مش عارف انت جاب الطقم ومكمل بيه، مش فاهم. كلب عجيب غريب. ناخد طيب الحاجات دي. ايوه لازم نغذيه كمان. وناخد دي ينفع؟ حاجه واحده بس. اوكي يبقى احنا خلينا ناخد قطعه اللحمه، انا مش عايز كلها دي. تعالى الكلب صيد، تعالى 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 معايا بقى، عايزين نجرب وتست بقى ايه ده عربيه مين دي. اوكي اطلع كده ابو لذيذ. تقريبا العيال اخدوا حاجات السوس. افتح يا عم. والله الباب حبسنا ولا ايه؟ ايوه الحمد لله اخيرا الحريه، نقدر بقى ننزل العربيه بتاعتنا اللي احنا عايزينها، ونروح بقى هناك ونشوف الكلب هل هيدافع عننا ولا هيكبر دماغه. هو شكله من بدايتها كده والله ممكن يكبر دماغه. شرطة ده ولا ايه؟ يخرب عقلك، العرب الكلب اتحبس. تعالى يا عم خد 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 افتح بقك. يلا يا ابو ساهر شوف الكلب هياكله ولا ايه الكلام. يلا وقت اكون انا يا عم. يا مجنون. تعالى 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 هات بقه بقه استخن انت كله اتغذى. يلا كل. وراح فين؟ يا عم انت والله ما انا خلاص انا غلطان. خلينا ننطلق من هنا بقى ونبدا ننزل بقى العربيات بتاعتنا، ونبدا نروح للمقر بتاعهم هناك. كلب شكله شبعان مش عايز ياكل. براحتك از يو لايك مان. هنخش هناك سريع سريع، وانا خايف بقى ما يدافعش عننا تبقى مشكله والله. الكلب مكبر دماغه. نجيب بقى العربيه الحديثه. ايوه واحده سكايبر كده على السريع. ايوه بقى ابو اللذاريز حركات بقى وكلاب بقى وشغل. اركب يا معلم. تعالى يا عم الكلب. ركبت اخويا على طول. ها طلقه يا جبان. والله فعلا المنحوس منحوس. ايه ده يا جدعان ده؟ فين العربيه؟ اضرب يا عم غط. والله اختفت فص ملحوظ. اول ما اوصل يا جدعان يحصل لي كده. يلا مش مشكله انزلها تاني لو عيونكم والله. انا بقى خلاص عارف لو قعدت تضرب غط ما كنتش تعوم يا. تعالى يا خضار اركب 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 بسرعه. الكلب غرق ولا ايه؟ يخرب عقلك والله فضحتنا، كنا لسه هنتستتك. كرب يا جدعان باي باي. والله ما موجود. انا كده جرب طيب ارسبينه شكله. الله يرحمه. والله ما ينفعش ننزل الكلب هنا كمان للاسف. يلا يلا اركب بس بسرعه هنا سريع سريع. نبدا نتحرك نقرب بس المكان، بعد كده نشوف حوار الكلب ده ايه الكلام، هيجي ولا شكله هيأنتخ ولا ايه. وصلنا بالسلامه. الحمد لله على السلامه يا ابو اللذيذ. ربنا يستر. هخش. تعالى يا انا معاك الكلب الولف بتاعي المفروض هو. لما انا رحت فين؟ ايوه نخش خش ولا تخاف يا ابو اللذيذ. والله المكان متحصن. اها نخش لهم من بالله يا سوس. افتح 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 بسرعه. يلا يا عم الكلب الولف انت. ربنا يستر بس عليك. كمل. ايوه نسحب كل واحده واحده، نخش لهم من تحت المكان. من المجاري بقت عامله كده يا جدعان.
والله بقى شكلها مختلف والكلب بتاعها شكله تايه بره. كمل كمل اتسحب اتسحب. اهم حاجه بس نطلع على الناحيه الثانيه ولا نطلع في نفس. واو انت بتهزر ها؟ مقفوله. اوكي فكر لها في خطه ثانيه بحيث اقدر اعدي. والله انت مخاوتني معاك يا عم. طب خلينا نستغل العربيه والله ونط جنب. ضرب بس ما تدمش والله عديت. وحشه ولا هو حبيبي تعال والله صغير مش عليه مش مش عليه كوكي. يلا راح فين بدمان؟ يلا يا بدمان هو هو بص عليه يا بدمان بص عليه يا بدمان. يلا 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 بسرعه 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 هيعض بدمان بدمان يا نب بتعمل ايه يخرب عقلك. يلا يا بدمان اقبض عليه اقبض عليه كل 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 عضعض. والله الكنيسه ساعد بيتفرج. تعال الله بص عليه يا بدمان هو يخرب عقلك انت بيحبي اتحول نسخه ينيوي دخل على الدبابه. الله يرحمك يا بدمان. خد 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 الكارت 100 100 زين عينك. نخش بعض المقر. الله بقى ولا دريز نعمل يريوي يريوي يا رب يا رب اطلع بسرعه 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 ابن الله. حد حد والله حد حد اي حد يطلع اوعى ممنوع الطلوع. كان ده راح فين؟ والله شايف اهو بيعض بيعض والله. حد 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 طلع عليك خش 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 يلا ايوه لحظة يلا بص عليه بص عليه يا ابطال يلا خش على بسم الله حط بسم الله دخلوني دخلوني يلا يا عم دخل يلا كل 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 عطا تعال تعال ايه ده السيف اوعى كان اسمه خايف من عد والله انا مطلوب تصدقوا مطلوب ب 1650 اكلوا 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 الله يرحمك اديله اديله بالنزل هات 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 طلع كل اللي في جيبك ولا سلم ودنك ولا سلم كل حاجه. هلا 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 ابطال ابطال يا ابني العيال اختفت اساسا مش عارف تعال انا صغير احنا مسيطرين بش عليه بش عليه باتمان والله لو هلا بش اوعى تضرب مين اوعى يا جيل الادب يلا تحداني انت قاعد ريح والله بيضحك مشكله قعدوا على طول على اللوبي نهدي للقلب حط 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 يا باتمان يلا يلا الولد واقف مكانه ودنك يلا يلا يا هدي للقلب يا هدي للقلب فش عليه فش عليه ده راح فين حاجه غريبه والله لسه واقف يلا 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 يا عم الكلب كلب يدافع كلب يدافع كنست ارفص ورب الله يرحمه اطير بسرعه 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 خلينا ننطلق طيب نخش جوه عند اصحابنا ايوه نركب الطياره لا يا جماعه يا عم يا راوي يا عم هو اللي حصل يا غريب الحمد لله لسه عايش ابو لذيذ ارجع بقى يا معلم حسيت طرزان في نفسي هو كان فيه كام واحد شرطي خلينا نشوف ايه ده يا لهوي كل دول هم راحوا فين على اللوبي يعني انك صاحبنا لو لقينا في حد في حد مسجون نعمه في السجن مظاليم يلا نشوف اي مصدوم هنا نطلعه براءه على طول كنشتش لسه قاعد ها تعالى كنشتش اللي دول درس ما ينساهوش تعالى حبيب قلبي يا رب وقف تخوفنا ما بنخافش ما بنخافش اديله ولا زريز اديله واحده كمان فين الباتمان خش عليه خش عليه يلا باتمان فين الكلب جميل والله عسل يلا الكلب بتاع شكله اتفنش ولا ايه؟ والله غلبان يلا يلا ايه ده؟ فنشت بداية يا جدعان يلا راح فيها باي باي مع السلامة بيني وبينكم انا شايف كده كفاية قوي عليهم روقناهم صح دلعناهم ابو اللذيذ اخد حقه زيادة قلت ارجع لبيتي المحبب الله اقول لكم ممكن والله نهرب تاني وتالت زي ما احنا عايزين بس روقناهم صح وبيني وبينكم كان حوار الكلب ده جامد خلينا نشوف طيب ايه حظنا في البوكسات المرة دي جالنا باودر رغم احنا المرة اللي فاتت ما لقيناش حاجة تقريبا فاضي انت تستهبل يا جدع ما لقيناش حاجة بس الفكرة في ايه؟ ان احنا هنا الكابتن ده اللي اخدنا منه الكارتة فظبطنا صح نشوف طيب هنا فاضي والله المكان كله مفلس هنا تشوف طيب هنا الكلام يا مسير حاجة عدلة بقى يا عم عايزين نهرب يا عم ايه ده؟ تقريبا لقى معلقة ايه نقدر نفك حاجة بس الفكرة بقى عايزين نشوف حاجة نفكها يلا ندور هنا كمان فاضية شوف طيب اللي بعدها العيال واخدين كل حاجة يخرب عقلكم كانت شوف طيب دي كمان شوف بقى تقول لي فاضية ماشي
خلينا نشوف نقدر نفك ايه، نشوف ده. طيب ده كمان يا جدعان، عملنا سي فور. عملنا سي فور. تعالى تعالى يا خينا، تعالى بالقرن بتاعك، تعالى 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 نهرب. استنى بس العب شويه رياضه، سخر كده يا ابو اللذيذ. ايوه، يلعب شويه تشيست كده على السريع عشان نزود بس الفورم. واحد اتنين ليفل واحد. تعالى 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 يا واحد، تعالى. اوكي تعالى 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 تعالى، خد خد تعالى هنا. ها انا عامل قلق، انت بتاكل ولا ايه يا ابو كرش؟ انت جاي تاكل ولا جاي تتهزر هنا؟ تعالى كل يجي هنا، مفيش حد عايز يجي. والله كنت ههرب وانا غلطان. واو المنظر شكله تحفه، بس المشكله ما ينفعش نجيب الكلب للاسف. لا طب انا هشيل بتاعي. تعالى لا تنسي ايه عاد الجبان، تعال اطلع، انا هطلع لك من الناحيه الثانيه يا حبيبي، صبرك عليا. ايه ده انا بعمل ايه؟ حلو الحته. حته ماتريكس على السريع كده يا معلم. يلا حط السي فور. ايوه بس كده زرع هنا. قول لي انت ممكن تواجه مشاكل يا ابو اللذيذ، دونت وري ماي سان. بس حط يا معلم، اي حد يقرب من المكان ده على طول. يلا نجرب، يلا بسرعه 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 زي العنب. اطلع 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 يا معلم. اهو شفت واحد، شوف الايم بتاعي. تعالى لك انا اسمي صلاه، ده حد تاني، ده كل شويه ورايا ورايا. تعالى يخرب عقلك، والله فلت من كل دول ازاي؟ فلت منهم السوسه. عمال ينط زي الارنب، استخبى في الجح. يا جدعان انت فين انا كده؟ اهرب اهرب بسرعه بسرعه بسرعه. اوعى اوعى انا في العشر. ايوه يا جدعان والله تفشت المفترض. ايوه استخبى، ايوه ايوه خد لك كفر. في واحد جاي من ورايا. ها احمي احمي يا فلازريس. لمست والله ما اجري محاير. اقول لك ارجع ارجع للسجن. طبعا زي ما قلت لكم يا جدعان، لو حبيت تطلعوا ابو اللذيذ ما تنساهوش باللايك، ولو انت لسه جديد في القناه اتمنى منكم تنزلوا بس تشتركوا معانا في القناه. والله بص اول ما جبت سيرت على طول الباب اتفتح تماتيكي تماتيكي. شكرا ليكم على تعليقاتكم الجميله على التحديث الخرافي اللي قلت لي عليه ده، لعبته بصراحه حاجه جامده جدا والكلب جامد. بس الفكره في ايه؟ كان نفسي السكن نفسه يتظبط، اللي تحس ان هو نص بطن مش فاهم فيها ايه. الله زي كانه كان لابس هدومه ونساها الباقي. لونه غريب الكلب، بس لو يكمل يبقى 100 100. طبعا مستني رايكم في التعليقات، مره جايه فيديو جديد مع ابو اللذيذ. يلا سلام.